النهارده في المؤتمر الصحفي ايفا فارما بتعلن عن طرح مستحضر جديد اللي هو ملجا ادفانس، لاول مره في مصر اقراص بتكون بديله لحقن فيتامين ب المركب. ويمكن اكتر ناس هيستفادوا من ملجا ادفانس هم كل مرضى التهابات الاعصاب، خاصه مرضى السكر والمرضى اللي بيعانوا من التهاب الاعصاب لاسباب غير مرض السكر، والناس كمان اللي كانت بالذات بتستخدم حقن فيتامين ب المركب. زي ما حضرتك عارفه دلوقتي ان اكتر حاجه الناس بتخاف منها هي الحقن بسبب العدوى وسبب جائحه الكورونا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. عشان كده اقراص ملجا ادفانس هتكون بديل امن وفعال لكل حقن فيتامين ب المركب. موضوع النهارده هو تابلت فورم قرص مكان حقنه. انا مش محتاج اقول حقنه، احنا بنتكلم على كوفيد 19 ما قبل وما بعد، يعني الدنيا قبل كوفيد 19 حاجه وبعد كوفيد 19 حاجه تانية خالص، ودي حقيقه. انا دلوقتي عشان الف كل يوم على صيدليه او على مستوصف عشان اخد حقنه صعب، صعب جدا، وفي ظل العدوى اللي بتحصل دلوقتي هتبقى صعب اكتر. طب انا كمريض سكر بيجي لي تنميلات في ايدي، بيجي لي تنميلات في رجلي، ما بقاش قادر، بحس بدوخه، انا محتاج فيتامين بي. فيتامين بي او فيتامين ب اللي احنا بنتكلم عنه فيتامين ب 1 6 12، ودول اساسيين ليا انا كمريض سكر لازم اخدهم، ما ينفعش. طب انا كل يوم هاخد انجكشن فورم وهاخد حقن، طب وبعدين هتجيب مكان منين؟ هبص تلاقي دخلنا في مشاكل اكتر واكتر. طيب ارجوكم، احنا دلوقتي في تكنولوجي مختلفه، التابلت فورم والقرص بقى مختلف. الامتصاص انا كراجل صيدلي بقول لحضراتكم الامتصاص ما بيفرقش كتير، هو يكاد يكون هو فرق ربع ساعه مثلا في التركيز وعلى ما يحصل له امتصاص حقيقي. فانا شايف النهارده هو يعني حاجه ترانسفورميشنال جديده جدا جدا، قرص واحد بيكفيك عن حقنه، فده في حد ذاته انا شايف حاجه كويسه جدا. المفاجاه اللي طلعت لنا بيها شركه ايفا ان هي عملت مستحضر من فيتامين بي كومبلكس بديل للحقن، مستحضر ملجا ادفانس. انا شايف ان هو يعني طفره كويسه في السوق المصري، ان العيان المريض السكر يقدر يعتمد عليه، العيان اللي هو مش قادر يتحرك او يروح الصيدليه او خايف من الانفكشن يقدر برضه يعتمد على الاقراص الجديده. طبعا احنا كمان سؤال ده ان الدواء ده بتقدمه شركه وطنيه، لان احنا بنقف على مسافه واحده من جميع الشركات، لكن بنبقى قلبنا اكتر مع الشركات الوطنيه اللي بتدعم الصناعه الوطنيه بتاعتنا. طبعا اللونش بتاع المنتج ده جاي النهارده تزامنا مع المؤتمر الدولي الخامس للصيادله العرب اللي احنا فيه النهارده، بنناقش دور الصيدلي الحيوي في جائحه كورونا. احنا مر عام تقريبا على هذه الجائحه، والصيادله كان ليهم دور حيوي جدا في المنظومه الطبيه، وقدمنا شهداء كتير من الصيادله، وشفنا نجاحات للصيادله تصدوا للوباء وساعدوا زملائهم الاطباء والتمريض، وكان قايم عليهم مستشفيات كتيره من مستشفيات العزل على موجودات الصيادله. النهارده برضو ناقشنا موضوعات كتيره على هامش المؤتمر، من ضمنها ان احنا هنركز في الفتره الجايه على تفعيل وتعزيز دور الصيدلي في دعم التطور الحادث في المنظومه الطبيه في مصر ان شاء الله.